شكرا للزميلة أمل الرئيسي على هذه أو على هذا التقرير المميز. إذا مشاهدينا ننتقل من التقرير إلى فقرة مجالات وتخصصات وآخر فقرة من برنامج صباح الشارقة. مشاهدينا، رغم التطور التكنولوجي الكبير ومزاحمة الحاسوب ريشة الخطاط في مهنته، إلا أنه ما زالت لتلك المهنة أهمية كبيرة في المجتمع. ومن المعروف كذلك أن مهنة الخطاط تحتاج إلى صبر ومهارة ودقة وحس فني. وللحديث أكثر مشاهدين الكرام حول هذا الموضوع، يسعدنا أن نستضيف معنا المبدع الخطاط علي عبد الله الحمادي. حياك الله معنا في الاستديو. الله، صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك مشاهدينا المستمعين. حياك الله. حياك الله أستاذي. هذه المهنة جدا جميلة، ريشة الخطاط. نتحدث في البداية سبب اختيارك لهذه المهنة. في الواقع أنا شفت نفسي مع الخط وجها لوجه، يعني هي صدفة. في الوقت اللي أنا تعلمت فيه الخط، كان الخط بعد ما أخذ مكانته بشكل جيد في المجتمع. كانت البدايات قبل وسائل التواصل، قبل الأمور هذه. كانت عندي هواية بسيطة كأي طالب في مرحلته الابتدائية. كان عبارة عن تقليد الأشكال، رسم الأشكال. كانت هذه هواية بالنسبة لي، وخاصة الأشكال الهندسية. سبحان الله، في يوم من الأيام أنا سرت المكتبة، شفت كتاب. الكتاب هذا كان فيه أشكال هندسية مكتوب على الكتاب الخط الكوفي. أنا طبعا ما أعرف شو الخط الكوفي. أنا اللي شدني الأشكال اللي موجودة في الكتاب هذا. سبحان الله، خدت الكتاب وبديت أقلد الأشكال. هذا التقليد أساسا كان بداية تعليم الخط بالنسبة لي. أنا ما كنت أعرف أني أنا قاعد أتعلم خط بشكل مباشر. اكتشفت بعدين بعد فترة أن هذا خط، حتى ما فكرت في يوم أني أنا أقرأ المعلومات اللي موجودة. كان كل همي الأشكال. الأشكال الهندسية هي اللي جذبتك للخط نفسه، صحيح؟ نعم. حلو. نتكلم شوي عن المهارات والصفات اللي يجب أن يمتلكها الشخص، غير الهواية طبعاً. طبعاً. اللي ممكن أن تخليه يكون خطاط ومبدع في نفس الوقت. طبعاً، أهم صفة هي موجودة في معظم مجالات الفنون، الصبر. الخط العربي يحتاج إلى صبر، مو صبر عادي، مثل ما نقول صبر أيوب. لذلك إذا شفنا شريحة الخطاطين في المجتمع، ترى قارناها بالفنون الثانية قلة. قلة ليش؟ القليل يصبر ويستمر. الخط العربي مو مثل الفن الثاني، إنه في أشياء تجذبك. يحتاج إلى صبر. لذلك تحضرني قصة بسيطة، إن الخطاط حسن جلبي لما كان صغير راح للخطاط حامد، قال علمني الخط. قال له بتصبر؟ قال له بصبر. قال خلاص بعطيك عبارة صغيرة اكتبها. قال له اكتب ربي يسر ولا تعسر. يلس الخطاط حسن 3 سنوات ويكتب هاي الجملة. 3 سنوات؟ 3 سنوات. يروح للأستاذ حامد يقول له خلاص تعبت، أنت ما أعطيتني شيء، يعني ما طورتني. قال أنا أختبرك في الصبر فقط. سبحان الله. وبعدين بدأ عاد مرحلته. نعم أستاذي، أنت ما شاء الله عليك يعني تملك متحف للخط العربي. صحيح. لو تحدثنا عن هذا المتحف أكثر. طبعا الخط مو مجرد شخص خط حلو وجميل يدرس خط، في تاريخ للخط تركوه الخطاطين الأولين. نعم. أنا متحفي ينقسم إلى قسمين. قسم المخطوطات والمصاحف النادرة. عندي الحمد لله من قرابة 50 مصحف نادر، كتبت من 400 سنة 500 سنة، وما زلت أسعى للحصول على المصاحف الثانية. كذلك الأدوات اللي خلفوها الخطاطين أو الرعيل الأول من الخط، من محابر ومن مقالم، أو اللي نسميه إحنا الدواء أو الدواية، هي عبارة عن أدوات خط قديمة، حتى الأوراق، الأشياء اللي خلفوها الخطاطين أحاول أني أجمعها. طبعا هذه الأشياء مش متوفرة في السوق. هذه متوفرة عند ناس معينين، مثلا هو ما يحتاج أو ما عنده ذاك الاهتمام أنه يحافظ عليها، فيعرضها للبيع. أنا طبعا أسارع أني أنا حلو. أقتنيها. وتقتني مثل هذه الأدوات وتجمعها في متحف علشان الكل يستفيد. نعم. والمجتمع بشكل عام يستفيد. نعم. من الأدوات اللي تعتبر يعني من الأدوات الأثرية، خلينا نقول. نعم صحيح. مجموعة من الأدوات الجميلة جبتها معك أستاذ. نعم. علي. نعم، أشياء بسيطة هذه، يعني كل الأدوات لأنها محتاجة إلى يعني مساحة كبيرة جدا. نبغاك تكتب لنا شيء إن شاء الله. باركم طيب. نكتب إن شاء الله مثلا اسم البرنامج. اسم البرنامج. صباح الشارقة. صباح الشارقة. نعم.
طبعا. وانت تكتب استاذي لو نعم. تحدثنا اكثر يعني مهنه الخطاط صحيح تاتي بالفطره ام موهبه مكتسبه؟ مهنه الخطاط ما تحتاج الى موهبه او حتى هوايه. نعم. بامكان اي شخص يتعلم مهنه الخط. لذلك انا التقيت في مجموعه من الخطاطين. نعم. وحتى معظمهم كانوا في الشارجة عندنا في مركز الخط غير عرب نهائيا ما يعرفون الخط العربي شو هو، لكن مصنفين كأساتذة الآن. نعم. الخط العربي عبارة عن قواعد وقوانين نتعلمها. يعني مو شرط أنا عارف هذا الحرف ألف أو باء أو تاء أو ثاء. صحيح. لكن أحفظ القانون فقط. لذلك بإمكان أي شخص يتعلم الخط. مثلا الخطاط الياباني، في خطاط ياباني اسمه هوندا. هوندا ياباني ما عنده فكرة عن الحرف العربي، لكن مصنف كأستاذ خط عربي ما شاء الله. نعم. الخطاطة مثلا نوريا غارسيا هي خطاطة من إسبانيا مصنفة كأستاذة في الخط العربي ما شاء الله. الخطاط مثلا محمد زكريا هو خطاط أمريكي من أصول أمريكية مصنف كأستاذ. نعم. وهم مو بعارفين للخطوط. نفس الكلام إذا رحنا للدولة العثمانية هم يعني مش عرب لكن نعم. يكتبون الحرف العربي بطلاقة. نعم. فلذلك الخط العربي ما يحتاج إلى الشخص أنه يكون فاهم للخط العربي كحرف عربي. نعم. بإمكان أي شخص يتعلمه. حلو. صحيح. وأنت تتكلم أستاذ علي أنا لفتني الخط والريش اللي استخدمتها. نعم. نتكلم عن أنواع الريش وكذلك الحبر، استخدمت نوعين صحيح؟ صحيح نعم. أحبار الخط طبعا هذه أحبار الآن معظمها أحبار مصنعة كيميائيا، لكن الأحبار إذا تكلمنا عن الأحبار القديمة فاستخدمت الأحبار اللي هي من الهباب أو غبار الفحم. نعم. بمعنى واستخدموا كذلك الخطاطين حبر حبر الزرنيخ. نعم. الزرنيخ كما هو معروف أنه نوع من السموم يعني، لكن استخدموه كذلك في الكتابة، استخدموا كذلك أحبار مصنوعة من أوراق الأشجار والنباتات. هذه الأحبار هي أحبار كيميائية. نعم. تصنع بطريقة كيميائية، هناك أحبار طبيعية كذلك. نعم. نعم. لو يعني بشكل سريع أستاذي نتعرف. نعم. على أنواع الخطوط المعتمدة. نعم. دائما أنت تعتمد على أي نوع من الخط؟ نعم، أنا طبعا في ورشي في الورش السريعة أكتب الخط الديواني الجلي أو الجلي ديواني. نعم. هو من أسرة الديواني. نعم. لكن الخطوط اللي هي تعتبر سبع خطوط الموجودة طبعا النسخ والرقعة والديواني والديواني الجلي. نعم. نعم. لكن هو الأسهل دائما في الكتابة هو الديواني الجلي اللي الآن أنا قاعد أكتبه. نعم. كل الشكر والتقدير للخطاط علي عبد الله الحمادي على هذا اللقاء والحضور وعلى المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. شكرا لك. إذن مشاهدينا وصلنا لختام فقرتنا ونهاية حلقتنا من برنامجكم صباح الشارقة، نراكم غدا في حلقة جديدة ومواضيع أيضا مختلفة. تقبلوا في النهاية تحياتي أنا عبير نجوى، تحيات زميلتي أمل، وتحيات أيضا أسرة البرنامج. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة. أشوفكم باكر في نفس الموعد ومع السلامة.